نعم. بمناسبة الذكرى 116 للصحافة الكردية وبمشاركة عدد من مرشحي قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني بالرقم 266، أقامت المكتبة المركزية في كركوك معرضا للكتب، وضم المعرض مؤلفات من جميع اللغات والأفكار الفلسفية والعلمية والأدبية. بمناسبة مرور الذكرى السنوية 116 ليوم الصحافة الكردية ويوم الكتاب العالمي، قمنا بفتح هذا المعرض اللي تضم أعداد كثيرة من الكتب الجديدة حتى يكون المثقف أو المراجع أو أهالي مدينة كركوك يكون عندهم علم بوجود مثل هذه الكتب في مكتبتنا. وطبعا من كل الأصناف الكتب موجودة باللغة الكردية والعربية والتركية والإنجليزية. احنا سنويا نقوم بفتح مثل هذا المعرض ونشوف حضور كبير من مثقفي ورواد المكتبة وأهالي هذه المدينة العزيزة. المكتبة العامة في كركوك تعتبر من المعالم المهمة في محافظة كركوك، في مدينة كركوك. أنا بالنسبة لي لدي ذكريات لن أنساها، أنا عشت طفولتي هنا لأن والدي شيخ تحسين طالباني كان مدير المكتبة العامة والمكتبة المركزية لسنوات كثيرة. هذه المكتبة شهدت تعريب أيضا لأن الحكومة، حكومة البعث، حاولت وفعلت بحق تدمير وحرق الكثير من الكتب الكردية والتركمانية باعتبار أنها كانت كتب ممنوعة. وأنا أدري كيف أن والدي والآخرون تصدوا لهذا الأمر وأخذوا مواقف سياسية بهذا الشأن، لكن الحمد لله الآن هذا الصرخ وهذا المكان الثقافي بدأ يأخذ عافيته، بحاجة إلى دعم أكثر. نحن نشكر الأدباء والمثقفين من كل مكونات كركوك اللي يحاولون أن يرجعوا مدينة كركوك بما فيها من معالم ثقافية ومن ضمنها مكتبة العامة إلى مركز ثقافي. المعرض نال استحسان الحاضرين من الكتاب والأدباء الرواد والشباب، وثمنوا جهود إدارة المكتبة المركزية لإقامة هكذا معرض تسهم في الارتقاء بالمستوى الثقافي والأدبي في كركوك. هذا المعرض هو معرض متميز، فيه الكثير من العناوين بمختلف منحى النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية التي هي كرسالة للمثقفين. الاحتفاء بالصحافة الكردية وفاء للأقلام التي أسهمت في مسيرة الصحافة الكردية عبر أكثر من قرن. يشار خالد، فضائية.